السلام عليكم، أنا الأستاذ محمد عبد الكريم محمد، أستاذ الحاسوب بالكلية وعضو وحدة التعليم الإلكتروني فيها. استكمالاً لسلسلة الدروس الفيديوية اللي تخص التعليم الإلكتروني واللي تجريها كلية النور الجامعة لطلبتها في المراحل الأولى، موضوعنا اليوم راح يكون عن جوجل كلاس روم وجوجل ميت. يلا نبدأ. بداية ننتقل إلى جوجل كروم، اللي هو هذا، كليك يمين بعدها أوبن. بعد أن فتحت برنامج جوجل كروم، انتقل إلى classroom.google.com مثل ما موجود بالرابط اللي أمامكم. أضغط Enter. راح يطلب من عندي تسجيل دخول، أستخدم الإيميل أو البريد الإلكتروني المؤسسي. أضغط التالي. راح يطلب من عندي كلمة المرور، أدخل كلمة المرور وأضغط التالي. الآن أني في جوجل كلاس روم، لكن ما عندي أي دعوة كطالب، ما عندي أي دعوة واصلتني من أي صف إلكتروني. خلينا نشوف إذا تدريسي سوى صف إلكتروني للمادة الخاصة بي، وبعد دعوة للطلاب شلون راح تظهر أمام الطلبة. على افتراض أن التدريسي سوى صف إلكتروني خاص بالمادة مالته وبعد دعوة للطلبة، فراح تظهر بالشكل التالي. خليني اسوي ريفرش حتى اشوف احدث الامور اللي واصلتني. فواصلتني دعوة من هذا التدريسي، اسم الصف الالكتروني الحاسوب للمرحلة الاولى، وهو قسم هندسة البناء وادارة المشاريع. طبعا هذا الطالب وصلت له عن طريق قسم هندسة البناء وادارة المشاريع، لان هو طالب بهذاك القسم. فعنده رفض وانضمام، راح نضغط انضمام. الآن أني في جوجل كلاس روم في الصف الإلكتروني الخاص بمادة الحاسوب في قسم هندسة البناء وإدارة المشاريع. طبعا ساحة المشاركات ساحة خاصة بالتدريسي والطلبة، ممكن يعني ينزلون أي موضوع هنا، سواء التدريسي للتبليغات للمحاضرات وغيرها، والطلبة في حال عندهم مسألة معينة. معظم الأحيان هذا الخيار، خيار أن الطالب ينزل إعلان للصف، يكون غير مفعل. أما إذا كان مفعل فممكن استخدامه. بالنسبة لساحة المشاركات، ممكن يعني استخدامها في تنزيل أو عرض مواضيع عن طريق إعلان للصف، أو الانضمام إلى اجتماع الفيديو مع التدريسي اللي هي المحاضرة الفيديوية، أو يعني عرض المواضيع اللي مطلوبة قريبا. مثلا إذا كان عندك فد امتحان يخلص في وقت معين، إذا كان عندك هومورك راح يخلص الوقت الخاص بتسليمه، فراح كلها تجدها هنا. التبويب الثاني اللي هو تبويب الواجب الدراسي. حاليا ماكو اي واجب دراسي، خلينا نشوف اذا التدريسي نزل واجب دراسي شلون راح يظهر امام الطالب. طيب الان على فرض ان التدريسي قام باعداد اكثر من موضوع، منها موضوع الاختبارات وموضوع المحاضرات وموضوع الواجبات، راح تظهر امام الطالب بهذا الشكل. اذا حبي يعرض جميع المواضيع فيختار جميع المواضيع، حبيت تعرض فقط الاختبارات اللي عندك راح تروح على الاختبارات. اذا حسب الموضوع تقدر تعرض فقط المواضيع اللي تهمك. حاليا انا اريد اشوف بس المحاضرات اللي عندي، وهكذا. اذا عرضنا جميع المواضيع راح تشوف ان المواضيع مختلفه. مثلا عندي المحاضرات التدريسي، نضغط على المحاضره الاولى، التدريسي ناشر ملف مع هذه المحاضرة. خلينا نشوف هذا الملف شنو. كليك يمين، open a new tab. هذا هو ملف المحاضرة الأولى، كمبيوتر هندسة مرحلة أولى، المحاضرة واحد، هو ملف من بصيغة PDF. الخيارات اللي عندي عليه، أقدر أنزل هذا الملف، أقدر أطبعه، وأقدر أضيفه إلى جوجل درايف الخاص بي. يعني أنه أنا أسوي مجلد، مثلا أسوي محاضرات الحاسوب، ف كل ما التدريسي ينزل محاضرة جديدة أنا أضيف اختصار لها في جوجل درايف الخاص بي. يعني مسألة تنظيمية. طيب هاي بالنسبة للمحاضرات. إذا كان عندي واجبات، فهنا عندي واجب، أفتح هذا الواجب، عرض المهمة الدراسية، إنشاء ملفات أو إضافتها إلى الواجب. عادة وضع علامة تم على المهام، إذا كان عندك اكتمل العمل راح يحولها الى اشارة تم. على كل، التقرير الخاص بموضوع التنسيقات في برنامج دور، مثلا هنا تدريسي طالب في التقرير معين، فاقدر اني اضيف ملف اللي هو التقرير مالتي، كونت التقرير وكملته، فاضافة او انشاء، فراح اقول اضافة. منين تقدر تضيف؟
تقدر تضيف من جوجل درايف، انت رافع الملف على الدرايف الخاص بك، رابط عندك الرابط لعملك، شوف انت وين مخلي الملف، تقدر تاخذ رابط وتدرجه هنا، او ملف. عاده احنا نختار ملف لان يعني هو موجود عندنا بالحاسبه، فنختار ملف ونرفعه. اذا انت ما مكون تقرير اصلا، ممكن تكونه باستخدام خدمات جوجل اللي هي جوجل دوكس، جوجل سلايدز وغيرها. فاني هسه عندي ملف جاهز، راح اضغط على ملف. بعد أن ضغطت على ملف راح يطلع يعني يظهر لي أكثر من خيار أحتاج أني تحميل، اللي راح أحمله من حاسبتي. فأضغط على براوز وأختار الملف اللي أريده، مثلا تقرير الحاسوب، هذا هو الملف اللي أريده، أضغط عليه. تسليم المهمة الدراسية، عندما تكون على استعداد لإرسال جميع ملفات هذه المهمة تذكر تسليمها. الآن أنا رفعت الملف، رفعت التقرير مالتي، فراح أضغط على تسليم. هذا المرفق هو تقرير الحاسوب، فأضغط عليه تسليم. الآن أنا سلمت التقرير الخاص بمادة الحاسوب بهذا الموضوع. طيب خلينا نرجع على الصف الإلكتروني. بقى عندي نوع أخير، الآن خلصنا موضوع المحاضرات وخلصنا موضوع الواجبات، يبقى عندي موضوع الاختبارات. الأستاذ منزل كويز، خلينا نشوف شنو هذا الكويز. اسمه كويز 1 وما ذاكر معه أي تفاصيل، إذا ذكر تفاصيل راح تظهر هنا. خلينا نفتح هذا الكويز. خاصية الحفظ التلقائي، أي شيء تخليه هنا راح يبقى مخزون لمدة 30 يوم، أي امتحان تمتحنه يبقى مخزون مدة 30 يوم من تاريخ الامتحان في بريدك المؤسسي، إيميلك المؤسسي. طيب الآن هذا هو تيست كويز، اختبار بسيط عن طريق جوجل فورمز، والسؤال هو اختر الإجابة الصحيحة، وعندك مجموعة من الخيارات. مثلا راح اختار الخيار الأول وأضغط على إرسال. بهالطريقة أنا امتحنت تدريس نزل كويز بسؤال، قرأت السؤال، اختارت الإجابة اللي أريدها وضغطت على تسليم. بهالحالة أنا صار عندي اطلاع على موضوع الكويز، شلون أجاوب عليه، شلون أجاوب على المحاضرات، سواء إذا بتعليق ممكن أنا أعلق على المحاضرة، بعد أنا أعرض المحاضرة من هنا ممكن أضيف تعليق، وممكن أتحكم بهذا الملف عن طريق تنزيله، إضافته إلى درايف الخاص بي وغيرها. أما الواجبات فأيضا طلعنا على شلون أقدر أسلم الواجب إذا التدريسي كلفني بواجب معين. يبقى عندي التبويب الأخير اللي هو تبويب الأشخاص، طبعا هنا عندي بس شخص واحد اللي هو المعلمون، اللي هو هذا التدريسي اللي أنشأ الكلاس وأني. إذا كان عندك تدريسيين آخرين أو أشخاص آخرين يعني طلبة راح تطلع عليهم هنا. الفائدة من هذا التبويب هو المراسلة، يعني مثلا هذا التدريسي أريد أراسله، فمجرد من خيار الإيميل هذا أمامه أضغط عليه راح يفتح لي التبويب التالي، هذا هو إيميل التدريسي، الموضوع مثلا استفسار، وهنا أكتب السلام عليكم مثلا، مرحبا أستاذ، وأكمل. شوف أنا شنو ببالي استفسار من التدريسي، بعدها أضغط على إرسال وراح يروح بريد أو بريد إلكتروني للتدريسي، والتدريسي يرد في وقت لاحق. طيب هاي بالنسبة لجوجل كلاس روم. تبقى عندي مسألة أخيرة اللي هي مسألة الانضمام أو طلب الانضمام إلى المحاضرة الفيديوية. من أضغط على انضمام، الآن بعد أن طلبت الانضمام إلى الاجتماع الفيديوي مع التدريسي أو انضمام للاجتماع الفيديو للمحاضرة، راح تظهر لي النافذة بهالشكل. هذا الزر خاص بتفعيل الميكروفون في حال رغبة بالتحدث، وهذا الزر خاص بتفعيل الكاميرا في حال رغبة في إظهار صورة الطالب. الآن أنا راح أوقف تفعيل الزرين وأضغط على انضمام. الآن مسألة مهمة قبل أن تنضم للاجتماع الفيديو، تتأكد من الحساب اللي أنت تريد تطلب من خلاله الانضمام للاجتماع الفيديوي. الآن أنا مختار إيميل مؤسسي إذا ما عندي أي مشكلة، لكن إذا كان هذا إيميل شخصي فما راح يوافق تدريسي، وراح تظهر لك مشكلة أن تعذر الانضمام وغيرها، ففقط أتأكد من الإيميل قبل أن أطلب الانضمام. إذا كان عندك أكثر من حساب ممكن تبدل بينهم بسهولة عن طريق خاصية تبديل الحساب، وتختار الإيميل المؤسسي وتطلب انضمام للمحاضرة. الآن راح أضغط انضمام الآن أو انضم الآن. هسه أنا في الاجتماع الفيديوي الخاص بمادة الحاسوب لقسم هندسة البناء وإدارة المشاريع. التدريسي ما فات بعد على المحاضرة في انتظار انضمام المضيف. خلينا نشوف إذا التدريسي فات شنو اللي راح يصير. الآن بعد أن انضم التدريسي للمحاضرة راح تكون صورة التدريسي موجودة هنا، وهذه
هي الصور الخاصة بالطالب، لأن أكو طالب واحد اللي هو فقط هذا الطالب فهنا صورته. الخيارات أو أهم الخيارات اللي يحتاجها الطالب من جوجل ميت هي تفعيل الميكروفون للتحدث، تفعيل الكاميرا إظهار الصورة، وخاصية رفع اليد. خاصية رفع اليد أو الرايز هاند هي يعني مسؤولة عن رفع اليد. رفع اليد في حال التدريس يسأل أي سؤال وقال اللي يحب يجاوب يرفع إيده، فتستخدم خاصية رفع اليد. طبعا إذا عندك مداخلة وغيرها ولا سؤال حبيت تتداخل مع التدريس لأي موضوع كان ممكن ترفع إيدك. الخيار الآخر اللي هو مشاركة العرض الآن، اللي هي أنه تشارك الشاشة، شاشتك أنت، شاشة حاسبتك أو موبايلك، ممكن تشاركها مع كل اللي موجودين بهذا الميت. الغرض من هذا أنه مثلا التدريس طلب منك رسم معين، طلب منك تنفيذ فتشي على برنامج بالحاسبة، حبيت تعرض فتشي أو تقرير أو كذا أنت مسوي للجميع الموجودين، فمجرد تضغط مشاركة العرض راح تظهر شاشة حاسوبك أو موبايلك أمام كل اللي موجودين. خيارات الأخرى مثلا لوح المعلومات أو الجامبورد، هذا يفتح لك صبورة، صبورة افتراضية وتقدر تكتب عليها. ملء الشاشة، استخدام الشاشة بالكامل لهذا الاجتماع الفيديوي. تطبيق التأثيرات البصرية، التأثيرات البصرية هي اللي تظهر أثناء فتح الكاميرا. من تفتح الكاميرا راح تظهر خلفك بعض الرسوم اللي تغطي على الخلفية الحقيقية، وباقي الإعدادات يعني ما يحتاجها الطالب. الخيار الأخير اللي هو مغادرة المكالمة، في حال هاي مكالمة الفيديو أو اجتماع الفيديو حبيت تغادرة تضغط على مغادرة المكالمة. أمور أخرى منها معلومات أو تفاصيل الاجتماع، هذه هي تفاصيل الاجتماع، هذا هو رابط الاجتماع، الأشخاص اللي موجودين بالاجتماع من هم، طبعا هنا بس اثنين هو التدريسي وهذا الطالب، في حال وجود طلاب آخرين راح يظهرون هنا، والتعليق، التعليق في حال حبيت تكتب تعليق لغرض الحوار مع الطلبة أو مع التدريسي أثناء المحاضرة فراح تكتب تعليق وأضغط انتر، الآن هذا هو تعليقي بهاي المحاضرة. في حال خلصت المحاضرة حبيت تغادر فقط مثل ما ذكرنا تضغط على مغادرة المكالمة. إذا غادرت المكالمة عن طريق الخطأ مثلا ممكن تضغط إعادة الانضمام أو تروح على الكلاس أو الصف الخاص بك، صف الإلكتروني الخاص بك، وتعيد طلب الانضمام. لهنا يكون انتهى الشرح الفيديوي الخاص بتطبيق جوجل كلاس روم وجوجل ميت. ننتقل الآن إلى الشرح الفيديوي الخاص بجوجل كلاس روم وجوجل ميت ولكن عن طريق أجهزة الموبايل. بداية لازم الطالب ينصب التطبيقين لأجهزة الأندرويد عن طريق جوجل بلاي ستور ولأجهزة الأبل عن طريق أب ستور. خلينا نبدأ بالجوجل كلاس روم، أضغط على Get Started. طبعا راح يظهر لك جميع الإيميلات اللي عندك بالجهاز، أضغط على Add Account حتى أضيف إيميلي المؤسسي، انتظر شوية. دخل ايميلي المؤسسي، بعد ان دخلت الايميل المؤسسي اضغط على نيكست، راح يطلب من عندي الباسورد. بعد ان ادخلت الباسورد اضغط على نيكست، اوافق على الشروط. والآن أني بالصف الإلكتروني، نفس الصف الخاص بمادة الحاسوب اللي شرحناه بداية الفيديو. أضغط على الصف، راح تشوف ثلاثة تبويبات. أول تبويب اللي هو تبويب ستريم أو ساحة المشاركات، نفسها اللي تكلمنا عنها، اللي ممكن عن طريقها الطالب يشوف أي شيء نزل الأستاذ أو أي شيء نزل الطلاب ثانيين، أو يقدر هو أصلا ينزل مشاركة إذا حب عن طريق Share to your class أو مشاركة إلى الصف. التبويب الثاني اللي هو تبويب Classwork اللي هو العمل، اللي ذكرنا سابقا أنه راح تشوف فيه كل الاختبارات والمحاضرات والواجبات اللي ينزلها التدريسي. خلينا نجرب نفوت على الكويز الأول، راح تشوف أنه هذا التيست كويز أمامك، تضغط عليه، اختار واحد من المتصفحات حتى أدي الامتحان. الآن أنا انتقلت إلى جوجل كروم حتى أدي الامتحان، اختاريت إجابة من الإجابات وضغطت على Submit، لأن أنا أديت الامتحان. خلينا نرجع إلى جوجل كلاس روم. طيب هاي بالنسبة للامتحان، خلي أشوف النوع الثاني من المواضيع اللي هو المحاضرات، لأن أنا بالمحاضرة الأولى، وهذا هو PDF أيضا اللي تكلمنا عنه سابقا. خلي أفتحه، عندي هذا PDF، أيضا أقدر أستخدم خاصية البحث
اللي هي هذه، وأقدر خيارات ثانية، وأقدر تعليقات وهكذا. النوع الثالث من المواضيع اللي هو مواضيع الواجبات، خلي أفتح هذا الواجب اللي هو التقرير الخاص بالتنسيقات. باستخدام هذا السهم اللي بالأسفل أقدر أنا أيضا أضيف ملف مثل ما ضفنا بداية الفيديو، وأقدر بما أنه أنا مسلم بالحاسبة أثناء شرح الحاسوب إحنا سلمنا جاوبنا عن هذا التقرير، أقدر أضغط Unsubmit ألغي التسليم مالتي وأعدل بي أو أعدل على الملف وأرجع أسلم مرة ثانية، لكن لازم يكون ضمن الوقت المخصص لهذاك التقرير. التبويب الثالث اللي هو تبويب People أو الأشخاص، راح تشوف بي المعلمون من ضمنهم تدريس المادة ورئيس القسم وما إلى ذلك وباقي الطلبة. طيب الآن كيف أنتقل إلى جوجل ميت عن طريق الكلاس روم؟ وجوجل ميت هو اللي استخدمناه حتى نفوت على المحاضرة الفيديوية مع التدريسي أو الاجتماع الفيديوي مع التدريسي عن طريق هذه الأيقونة اللي بالأعلى. مجرد أضغط عليها راح تظهر لي النافذة بهذا الشكل، طبعا نفس الأيقونات اللي شرحناها بالبداية اللي هي أيقونة تفعيل الكاميرا وأيقونة تفعيل الميكروفون والانضمام. راح أضغط على انضمام، waiting for the host to join، طبعا بانتظار الهوست أو اللي هو مدير الجلسة. خلينا نشوف إذا التدريسي فات على المحاضرة شنو اللي راح يظهر. الآن بعد أن فات التدريسي على الاجتماع الفيديوي هتكون النافذة بهالشكل، نفس الأيقونات اللي شرحناها بالبداية اللي هي إغلاق المكالمة، الفيديو، الميكروفون وخاصية رفع اليد. وعندي خيارات ثانية منها خيارات in call messages اللي هي التعليقات، وشير سكرين اللي هي مشاركة الشاشة. مثل ما ذكرنا إذا التدريس يطلب مني تنفيذ شيء معين أو أنا أريد أعرض شيء لجميع اللي موجودين بالميت أستخدم شير سكرين. وبالنهاية إذا حبيت أغلق المكالمة بعد أن تنتهي المحاضرة نستخدم زر الإغلاق. إلى هنا ينتهي الشرح الفيديوي عن طريق جهاز الموبايل لجوجل كلاس روم وجوجل ميت، وفي أمان الله.